مرحباً يا صغاري، كيف كان يومكم في المدرسة؟ لقد كان يوماً جميلاً يا أمي. ولكن الأجمل منه هو تلك الرائحة الشهية. بالفعل، فأنا أطهو لكم السمك الذي تحبونه. أنت رائعة حقاً يا أمي. لن يترك حسن مائدة الطعام اليوم. نعم، هذا صحيح، ولعل عائلتي الجميلة بالغة الكرم تتنازل لي عن نصيبها. لا تفكر يا حسن، ولا تحاول أبداً. كما أتمنى أن أتعلم الصيد، سأصطاد كل الأسماك وآكلها وحدي. إذن لن أعلمك الصيد أبداً أيها الأكول، ففكرة مثل هذه قد تعرض البيئة البحرية كلها للخطر. حقاً؟ وكيف ذلك يا شهاب؟ الأسماك وجبة لذيذة، كما أنها غنية بالبروتينات والمعادن ومنخفضة التكاليف، ولكن للأسف تتعرض الثروة السمكية للتلوث وأيضاً لعمليات الصيد الجائر. وما معنى الصيد الجائر؟ هو الإفراط في صيد الأسماك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للصيد، وهذا يؤدي إلى تناقص أعداد الأسماك وعدم تكاثرها، وبالتالي يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي. كما أن طرق الصيد غير المشروع مثل الصيد بالمتفجرات أو الصيد بالكهرباء تتسبب في دمار الثروة السمكية. ولكن لماذا يلجأ الصيادون لهذه الطرق القاسية؟ الأسباب كثيرة، ولعل أهمها الحاجة لسرعة كسب المال وعدم معرفة بعض الصيادين بخطورة هذه الطرق وتأثيرها المدمر. هذا أمر محزن وخطر كذلك. هل أنت واثق من أننا سننجح؟ نعم، لقد جهزنا كل شيء وجمعنا كل الأدوات. إذن لنبدأ فوراً. حسن وزينة منذ وقت وهما مجتمعان في حجرة حسن وقد أغلقا عليهما الباب. أخشى أن يكون وراء الأمر كارثة جديدة من كوارث حسن. لا تقلقي يا أمي، حسن وزينة قالا إنهما يعدان مفاجأة لنا. إن ذلك يشعرني بالقلق أكثر يا شهاب. لا أصدق عيني، إنها لوحة رائعة ورسالة رائعة أيضاً. كيف فعلتما ذلك؟ إن الأسماك لا تستحق هذه القسوة، وفكرنا أن يكون لنا دور في الحفاظ عليها، فقررنا أن نرسم لوحة مجسمة عن روعة الحياة البحرية، وأن نوجه رسالتنا إلى كل من يتسبب في تلوث وضرر للأسماك. وسوف نخاطب إدارة المدرسة لتسمح لنا بتعليق تلك اللوحة في ردهة المدرسة حتى يتعرف كل التلاميذ على رسالتنا. رائع، لقد أحسنتما التفكير وأحسنتما التنفيذ كذلك، فقد تم الأمر دون كوارث جديدة، أليس كذلك؟ اطمئني يا أمي، فأنا أتعلم من أخطائي. والآن يا أصدقائي موعد سؤال الحلقة. من طرق صيد الأسماك التي تدمر الثروة السمكية: ألف الصيد بالمتفجرات، باء الصيد بالصنارة، جيم الصيد بالشبكة. أرسلوا إجاباتكم على الرقم 7730061763، ولا تنسوا اكتبوا أسماءكم واسم البرنامج ورقم الحلقة هذه بعد الرقم أيا كان الاختيار.